مفتوحة ونتواصل نحن بدورنا كمعلقين لكي نوضح لكم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان عبر شاشة قناة الريان الصوت والصورة لكل من يتابع هذا الحدث الكبير وهذه الرياضة العربية الأصيلة. نتابع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل مقدمة هذا الشوط والصدارة في هذه اللحظة. هذه المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل الصدارة والقيادة، نأخذ مع حضراتكم دورة وجولة هنا في الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. نعود وإياكم إلى القيادة وريادة هذا الشوط. هذا هو منصورة من تحتل المركز الأول، هذه منصورة من تبحث عن النصر والانتصار، بينما الدور والنقلة عند المركز الثاني من الجانب الأيمن. المركز الثاني التقدم من الجانب اليمين، من تتقدم في هذه اللحظات؟ هذه الجازي كذلك من ضمن هجن الشحانية يقود هذا التضمير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور والنقلة عند المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث؟ هذه لمحة تعود ملكيتها كذلك لهجن الشحانية أيضا مع العملاق سلطان الوهيبي. المركز الرابع هنا رزنة، من تحتل المركز الرابع أو أرزنة من تحتل المركز الرابع؟ هجن الشحانية هي من تمتلكها، وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق يتواجد معها في التضمير. الدور والنقلة عند المركز الخامس، من تتواجد؟ سباير، هذه سباير وصلت على المركز الخامس، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع الشبل والشاب المميز الشبل من ذاك الأسد، يا سلام، سالم بن جابر بن فاران المري. من يتواجد؟ هذا هو الملقب بالشبل، من يحتل المركز الخامس؟ يلا يا شبل، الشبل من ذاك الأسد مثل ما يقولون. هنا الشبل هو من يقود عملية تضمير سباير، من تحتل المركز الخامس. هذا هو ندانا مشاهدينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، أتممناه على حضراتكم وعلى مسامعكم للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. بنعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، هذه الجازي ليشر الجازي، ما تحضرني الأبيات، يا سلام المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط. المقدمة هنا مع الجازي لهجن الشحانية يقودها في التضمير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيضا تتواجد هنا منصورة لهجن الشحانية، وتتواجد على المركز الثالث أرزنة لهجن الشحانية، وعلى المركز الرابع لمحة لهجن الشحانية، كلها يقودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، يقود هذه الأسماء الأربع المتقدمة في هذا الشوط. بينما الدور والنقلة عند المركز الخامس، من تتقدم؟ سباير، من تحتل خامس المراكز؟ هذه سباير تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها وقيادتها مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. من يتقدم هنا مع سباير؟ مع سباير، سباير تذكرنا بسباير العودة، سباير التاريخ اللي صالت وجالت في كل ميدان. هذه سباير من تتواجد هنا مع شعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة يا جماعة، هذه النتيجة يا مشاهدين، يا متابعينا الأفاضل، يا من يعشق ركض الثنايا وأداء الثنايا لأشواطنا المفتوحة. هذه الأسماء في هذا الشوط الحادي عشر ضمن هذه الأشواط المفتوحة. نعود إلى الأربعة الأسماء، شوفوا الأربعة الندر اللي هنا اللي تتابعونها على شاشة قناة الريان الفضائية، ولكن قيادتها هنا مع الجازي هي من تقود هذه الجموع، هي من تقود هذه المنطلقات، هي من تقود هذه السبق المعروفات. هنا على المركز الثاني تتواجد أيضا
من تتواجد هنا منصورة، أيضا لهجر الشحانية، والمركز الثالث تتواجد هنا أرزنة لهجن الشحانية، والمركز الرابع الوصول هنا من لمحة لهجن الشحانية، يضمر الأربعة المراكز الأولى اللي ذكرنا أسماهم، يضمرهم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، يقوم في تضميرهم ويقوم في متابعتهم. وعلى المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس هذه سباير، من وصلت وأراها تقلص الفارق وتقترب في هذه اللحظات، سباير لهجن الشحانية يقودها في التضمير الشاب الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، هذا هو الشاب المميز هنا في إبداعاته في تضميره وفي سجله الحافل. يا سلام، الله، يلا يا الشبل، يلا يا الشبل. ومن ذاك الأسد من يتواجد وحصل على عدة نقاط في هذا المساء، بينما نعود وإياكم بنعود إلى الأربع الندر اللي هناك اللي مفردا مع المقدمة، كلهن يلاعب بعض، كلهن يلاعبن بعض. يا سلام يا سلام، المقدمة والصدارة مع الجازي، المقدمة مع الجازي، ولكن هنا منصورة تريد التغيير، منصورة تريد التغيير، الجازي ومنصورة وكذلك أيضا أرزنة هناك من الجانب الأيمن، ولمحة هنا من الجانب الآخر. يا سلام، أرزنة ومنصورة وأيضا لمحة وكذلك أيضا الجازي. يا سلام يا سلام يا سلام، الأربعة اللي كلهم قريبة من بعض. وهنا على المركز الخامس أيضا تتواجد سباير لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري، ولكن بنعود 1500 متر على خط النهاية، والقيادة مع المركز الأول، القيادة القيادة. يا سلام يا سلام يا سلام عليها، يا سلام على هذه الندر، على هجن الشحانية العملاقة. هنا 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 تتصدر هذه الجموع، شوفوا شوفوا المنظر الجميل، المنظر المبهج. يا سلام على مخرجنا أحمد السادة على إظهار لنا هذه الصورة في هذا الجو المميز مع هذه الندر، هذه الندر. الله، أشكرك يا السادة على هذه اللقطة الجميلة. يا سلام يا سلام، ما ندري من الأول من الثاني للحين ما عرفنا، ولكن نشارف على الكيلومتر الأخير. الطيار هنا الجازي، من تحتل المركز الأول، الجازي هنا لهجن الشحانية، تتواجد هنا على المركز الأول بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الثاني تتواجد في هرزنة لهجن الشحانية، والمركز الثالث الخدوم هنا من منصورة لهجن الشحانية، تتواجد سباير على المركز الرابع تريد التغيير هنا، من تحتل المركز الرابع سباير لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، الأوامر لم تصدر على بقية المراكز. يا سلام، بنعود 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 وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة والقيادة. الأمور هنا تسير مع الجازي، الجازي من تحتل المركز الأول، الله، الجازي الجازي الجازي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على عرض الجازي وعلى أداء الجازي، من تحتل المركز الأول، هذه الجازي لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع الجازي في تضميرها وفي مسايرتها وفي مراقبتها وفي أيضا مسارها في كل مكان وزمان. الله، مشكور يا العملاق، مشكور مشكور من القلب، مشكور. يا سلام، هذه هذه مشاهدينا الأفاضل، هذه الجازي من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. تهانينا تهانينا من الأعماق لجميع هجن الشحانية ولجميع مضمرينها مشاهدينا الأفاضل. هذه لحظة وصول الجازي لخط النهاية، المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الأفاضل، الطيارة لهجن الشحانية المركز الثالث، تصل فيه سباير لهجن الشحانية المركز الرابع، تصل أرزنة لهجن الشحانية والمركز الخامس. على المركز الخامس منصورة لهجن الشحانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، نتابع وإياكم التوقيت الزمني مع الجازي ولحظة وصولها إلى خط النهاية بعد فوزها وإعلانها بفوز هذا الشوط.
تهانينا وناموس لكل الفائزين، لجميع مضمرين مؤسسة هجن الشحانية العملاقة. لحظة وصول الجازي لخط النهاية قاطعة المسافة في زمن الغدرة 9:50 40 أو 41 جزء من الثانية. التهنية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تصل الطيارة 9:51 62 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية. التهنية موصولة ل سالم بن جابر بن فاران المري من قاد لنا الطيارة حتى خط النهاية، أما المركز الثالث فوصلت فيه سباير 9:51 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. التهنية موصولة للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري.